وقعت اليوم في القاهرة اتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي وهيئة موانئ البحر الأحمر لتشغيل وتطوير محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا لمدة 30 عاماً، وسيشهد هذا التعاون استثماراً بقيمة 200 مليون دولار على مدى 3 سنوات بهدف تطوير منشأة حديثة داخل الموقع الاستراتيجي في البحر الأحمر، وسيكون أول ميناء يتم تشغيله دولياً لخدمة منطقة صعيد مصر. وستضم المحطة التي تمتد على مساحة 810 آلاف متر مربع رصيفاً بطول 1100 متر، وستقوم المحطة بمناولة مختلف أنواع البضائع المعبأة في حاويات والسائبة السائلة والجافة والبضائع المدحرجة، ومن المتوقع أن تكون المحطة جاهزة للعمل في عام 2025.